نحتاج لمخلل اللوز كيلو لوز، 5 أكواب من المي، 5 معالق كبيرة ملح ومعلقة خل. طيب خلينا نحكي عن مخلل اللوز. مخلل اللوز من الأكلات الموجودة كتير بفلسطين، مثلا أكلتها بسوريا بلبنان، عندنا هون كتير ناس بيحبوا يخللوها، طعمه كتير لذيذ لأنه فيه حموضة، وخصوصا للستات هيك اللي بيحملوا كتير بيحبوا يأكلوا أشياء الحامضة والمالحة. هذا اللي مخلل بيلبق لكم الصراحة. بتوحموا. عندي كيلو من اللوز أخدته، وكل حبة بس من فوق. لسه على سيرة الحبة بدي أقول لك، يعني ما شاء الله حبة اللوز صح؟ دينارين الكيلو، ما تفكروا كتير غالي. أنا أصلاً حتى المبارح اشتريت بدينار ونص، اليوم رحت أشتري بدينارين، ليش مش عارفة. شايفين هذا لوز بلدي على فكرة، حلو بحبه كتير لأنه بيكون كتير حامض، بس باخد من فوق طرفه وبعمله بالسكينة بهاي الطريقة. اسمعي عشانك ذكرتيهم باللوز، فبتحكي لك لبنى بنقدر نفرز الحاملة؟ لا ما بتقدر تفرزي الحامله وهي خضراء وتاكلها بعدين ترجع تحطها بالفرن. ما عمري جربت، بس والله خطرت على بالي اجرب هلا، بس بحس ما بعرف يمكن بتصير بدها وقت اكثر. لا بتصير مي شوي. اي والله بتعرفي بدي اسال، ممكن لانه هي انمار بحكي لنا في ناس بيفرزوها، بس انا بحس انه بتتغير طعمها. بتصير مي، بتبطل هيك الحمص قرشتها زي صح؟ ما هي متعودين طيب. عليها. عندي هون 5 اكواب من المي، 5 معالق كبيره من الملح الخشن، الملح الخشن لانه ملوحته معتدله يعني ما بيطلع كثير مالح زي الملح الناعم. حلو. رح احط تقريبا 5 معالق، وعندي معلقه السكر الصغير اللي حكينا لكم اياها بتحافظ على القرشه، وعندي من امريكان جورمي من مجموعه شعبان اللي هو هذا الخل، هو اللي بيحافظ على كل المخللات الضايل وقت كتير طويل. بدي اعطيكم معلومه كتير لطيفه عن المخلل. المخلل اذا عملتوه بمي فاتره بيستوي اسرع، تمام؟ هي معلومه. مي بارده مثلا بدي اكله بعد اسبوع، استخدموا مي فاتره او حطوه في مكان نوعا ما قريب على الفضاء، الضوء بالضبط. طيب بدي احرك المي كتير منيح، يعني كتير شفنا انواع مخللات وانواع يعني زيتون والتخليل كله بشكل عام، بس انه لوز صراحه اول مره صح؟ انا بمرق علي جد. اسمعي كنت اخلل لهم حصرهم بس ما لقيت، لسه بكير بحكي يعني هلا، لانه في عنب بالسوق قلت ممكن الاقي حصرهم، ما لقيت. من ألز انواع المخللات الحصرهم، وكمان بدخل بكتير طبخات صح. طيب انا عشان انمار بلش هلا، عشان اعرف انه انا اليوم مو طابخه، بلش نق عليك. يلا يلا خلصي. عندي اللوز، تقدروا تضيفوا له الثوم، سن ثوم واحد بيغير من نكهته بيخليه كتير لذيذ. وبتقدروا كمان تضيفوا الفلفل الاخضر، انا بحب الفلفل الاخضر معه لشوي حر، اذا ما بدكم اياه حر بالمره وضلكم تاكلوا طعم اللوز الاخضر اللي احنا بناكله، ما تحطوا ابدا فلفل ولا تحطوا ابدا ثوم، بتاكلوا طعم الفلفل او طعم اللوز اللي احنا متعودين عليه. تمام. وبده اسبوعين ليستوي، اذا عملناه بمي فاتر ممكن ياخذ 10 ايام. مايا وريم عم بيقولوا لك احنا بنفرز الحامله بتطلع بتجنن وعادي ما بصير. طب خلينا نكتبوا لنا على السريع كيف طريقتها. احكي لنا يا مايا وريم، قولوا لنا كيف بتفرزوها، عادي زي ما هي بتشتروها بتفرزوها دايركت ولا بتستوها شوي ولا ايش بتعملوا فيها بالضبط؟ ابعثوا لنا عشان نعرف ونفيد كل الناس اللي عم بيحضرونا، كمان بما انه هلا موسم الحامله خلينا اذا يعني حابين الناس يفرزوها نعرف كيف طريقه تفريزها. الملوخيه كيف بتتفرز من دون ما تصير سوداء؟ من سوزان. بدك تفرمي الملوخيه، ومجرد ما تفرميها تحطيها بكياس ما بتتعرض لا لحراره لا لمي، بتخرب يا جماعه. بعدين بعد ما تفرميها، وطبعا لازم قبل ما تفرموها تكون ناشفه من المي برضه، يعني تغسلوها بتحطوها بالشمس شي ساعه زمان تنشف من المي، بعدين بتفرموها بتحطوها بكياس التفريز، وبدكم تحطوا عليها رشه ملح خفيفه وتحطوها زي ما قلنا من الفريزر من وراء، ما بصير تتغير حراره الفريزر عليها. عندي هذا المخلل اللوز صار جاهز، من اطيب انواع المخلل اللي ممكن تحبوها. اذا بدكم تاكلوا طعم اللوز اللي احنا متعودين عليه وهو فريش، ما تحطوا لا ثوم ولا فلفل حار. اوكي بدهم ياكلوه بنكهه مخلل قرب على طعم اللوز، بدنا نحط سن ثوم واحد، بدنا نحط قرن او قرنين من الفلفل الحار. حلو.